يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتبقى حلقات دسمة فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي العالمي. وأكيد قبل كل ده كل الأخبار اللي بتخص سواء تتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار فقرات مختلفة من حلقة النهاردة كمان تحديدا، لأن كمان في كواليس مهمة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم بالتحديد في الفقرة اللي جاية اللي هتكون بعد أول فاصل. لكن الأكيد برضو إن احنا منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وتوقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي غدا في مواجهة سموحة ببطولة الدوري، وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء. إن شاء الله الأهلي يكون موفق. هننتظر تفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن أكيد البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لسموحة. وفي الترند المحلي، أشعة أخيرة على أكرم توفيق اليوم لتحديد حجم إصابته. وفي الترند العالمي، هدف البرازيلي ريتشارلسون الأفضل في كأس العالم. يعني اكيد اخبار وتفاصيل كتير جدا مهمه لازم هنتكلم فيها ونقول كواليسها، وكمان نطمن على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد الهامه في بطوله الدوري امام سموحه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لكن خلينا اقول لحضراتكم ان في بعض المباريات اللي بتتلعب النهارده ضمن مباريات الجوله التاسعه من بطوله الدوري المصري الممتاز. اولى المباريات كانت ما بين اسوان وانبي الساعه 2 او 3 الا ربع بالظبط ابتدت المباراه، وانتهت منذ قليل بفوز ثالث لاسوان في بطوله الدوري هذا الموسم عشان يصل للنقطه رقم 9 ونتيجه 2-0 على حساب انبي اللي بيمر بظروف صعبه للغايه وتغيير في الجهاز الفني، فانبي بيتراجع في المراكز الاخيره لكن بيتقدم اسوان بالنقاط او بنقاط مباراه اليوم للمركز العاشر في ترتيب بطوله او جدول بطوله الدوري. فانتصار مهم جدا لاسوان بنتيجه 2-0 على حساب انبي. لكن في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم في ماتشين بيتلعبوا ابتدوا الساعه 5 ما بين غزل المحله وفاركو، ماتش حلو، وحرس الحدود مع البنك الاهلي، دي ايضا مباراه ابتدت الساعه 5. اما مباراه السهره النهارده هتكون ما بين فيوتشر وطلع الجيش، دي مباراه الساعه 7 برضه هيبقى ماتش حلو بالمناسبه، فخلينا نترقب نتائج هذه المباريات بخلاف المباريات المهمه والاهم بالنسبه لنا غدا هي مواجهه النادي الاهلي امام سموحه، وهي مواجهه اكيد صعبه حتى لو سموحه مش افضل حالاته لكن معاهم الكابتن طارق العشري. مواجهات دايما بتبقى يعني مش سهله على الاطلاق، فمهم قوي يكون في تركيز ومعدلات مرتفعه من التركيز عكس الفتره اللي فاتت او عكس بالتحديد اخر ماتشين قدام فيوتشر وفاركو. حتى لو كسبت فاركو في اللحظات الاخيره من المباراه لكن اكيد الفوز اهم، وكمان مهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي انك تقدم مستويات جيده. كل الثقه والدعم والمسانده للجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه الغد امام سموحه. لكن اكيد هيكون عندنا كواليس كثيره جدا جدا هنتكلم عليها بخصوص ما قبل هذا اللقاء واستعدادات النادي الاهلي. بس خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ما ينفعش ما ابتديش باكرم توفيق لاعب النادي الاهلي اللي تعرض لاصابه على مستوى الركبه في انتظار الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص التشخيص النهائي للاصابه والنتائج الاخيره للاشعه. ويمكن كان خبر صادم جدا جدا لكل عشاق النادي الاهلي صباح الامس بالتحديد، وخصوصا لما تكون الاصابه على مستوى الركبه واشتباه في قطع في الرباط الصليبي. فلسه القصه بتاعت هل جزئي ولا كلي ولا الامور اللي زي دي لا تحددتش بشكل نهائي. في طبعا اشعه اوليه اتعملت ليها بعض النتائج، لكن خلينا بما اننا بنتكلم من خلال يعني منبر رسمي للنادي الاهلي، منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي، فخلينا نلتزم وننتظر يعني الاعلان الرسمي من قبل النادي من خلال قناته ومن خلال صفحاته الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا والموقع الرسمي. فلحد الان المؤكد ان في اصابه على مستوى الركبه بالنسبه لاكرم توفيق. حته بقى الاصابه قطع كلي في الرباط الصليبي قطع جزئي، هتقول لي ما هي مش فارقه ممكن كده كده انت هيبقى في جراحه وكلام من ده. لا خليني اقول لك ونامل ويعني ندعي المولى عز وجل ان شاء الله تكون جزئي مش كلي، لان في اتجاهين. لو اصابه قطع جزئي في الرباط الصليبي الامامي للركبه فهيبقى في حاجه من الاثنين. اول حاجه
حسب مده او عفوا حسب درجه القطع. لو الامور بسيطه مش كبيره قوي فمن الوارد، انا بقول لك من الوارد عشان كلامي يبقى صح، وانا مش طبيب ولا دكتور، بقول لك طبقا للي انا يعني حاولت افهمه، يعني من الوارد ان يكون في برنامج تاهيلي للاعب وعلى ان تلتئم او يلتئم الرباط ده بشكل طبيعي مع مرور الوقت ومن خلال بعض التدريبات العلاجيه وكلام من ده. فدي المده دي ممكن بقى تتحدد، بس مش هتصل لموضوع ان انت تدخل في جراحه. وخلي بالك برضه ممكن حتى لو قطع جزء يبقى في تدخل جراحي، ولو قطع كلي ده مؤكد تدخل جراحي. فانا بقول لك كل الكواليس او كل التفاصيل لحد دلوقتي احنا في انتظار الاعلان الرسمي او في انتظار القرار الرسمي. مين اللي هيحدد الكلام ده كله؟ اكيد الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، بعد التواصل اكيد برضه مع الطبيب الاجنبي اللي يعني بيتعامل مع النادي الاهلي للوقوف على القرار النهائي واتخاذه بشان حاله اكرم توفيق. لكن انا اللي يهمني في كل الاحوال ان احنا طبعا زعلانين ان اكرم اتصاب اصابه قويه جدا، واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي، وواحد اكيد هتتاثر بغيابه، لان لما عاد كان اضافه كبيره جدا على المستوى الفني بالنسبه للفريق. بصراحه ما حدش يقدر يختلف على امكانيات اكرم توفيق ولا روحه في الملعب ولا قوته ما شاء الله عليه. وحتى لما اتصاب الصليبي الاولاني في بدايه العام ورجع ما حسيتش فيه فرق ما شاء الله، لكن قدره وهو مؤمن جدا جدا بقضاء الله وقدره يعني. فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. بنقول له الف مليون سلامه عليك يا اكرم، ان شاء الله باذن الله هترجع اقوى، لان انت شخصيتك قويه جدا جدا وعندك عزيمه واصرار بشكل يعني رائع، وده كلنا كجماهير لمسناه بعد اصابتك بقطع في الرباط الصليبي في عز مستواك. حتى انت دلوقتي بعد ما رجعت لعز مستواك ربنا يعني ابتلاك باصابه جديده، ويعني ده قضاء الله وقدره وكلنا مؤمنين بيه، وانت اول واحد يعني بما انك انت اللي اتصبت بالاصابه دي فانت اكيد مؤمن بان ده قدر ولا مفر منه، وان شاء الله باذن الله ترجع افضل من الاول. ومسانده جماهير النادي الاهلي ودعمها ليك لن تنتهي ابدا، وهيكون جمهور النادي الاهلي بل كمان جمهور الكره المصريه هيكون في انتظارك، لان انت عنصر غايه في الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وايضا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول، عنصر اساسي جدا. فكل الدعم لاكرم توفيق، وننتظر اكيد الاعلان النهائي من قبل النادي الاهلي بخصوص التشخيص النهائي بالنسبه لاصابه اللاعب. خليني اقول لكم برضو ان امبارح بعد يعني المران مباشره كان في اشعه اتعملت، بعديها حصل اشعه كمان امبارح بالليل، وبعد كده في اشعه المفروض النهارده العصر، فهننتظر النهائي بخصوص قصه اكرم توفيق. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، نتمنى ان الدنيا تكون ابسط مما ممكن نكون نتخيل يعني، ان شاء الله باذن الله تكون الامور في الاتجاه الايجابي. انا بس يهمني واللي يطمن الناس شويه هو اللي كتبه النهارده اكرم توفيق على حسابه على الانستجرام بالتحديد على الستوري من حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وشويه، هنعرض لحضراتكم طبعا اللي كتبه قدام حضراتكم اهو. قال الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا، ثانيا في ناس بتقول ان كهربا سبب الاصابه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش اي التحام بيني وبين كهربا، ده قدر تاني قدر والقدر مفهوش مفر، وانا طول عمري عارف ان الدنيا دار ابتلاء وانا راضي عن ربنا وعن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله ما شاء فعل. ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا واللي كان نفسها تسأل او اللي كان نفسه يسأل يعني. فده اللي كتبه اكرم توفيق، واضح ان هو عنده نوع من انواع الثبات يعني، لان الكوره يا جماعه غداره برضه يعني. انت ممكن تبقى نجم كبير جدا والامور بالنسبه لك حلوه كويسه، بس اصابه زي دي تعطلك، لكن الرق في الاخر على ايه؟ على شخصيتك القويه. حته بس الكهرباء دي لازم اعلق عليها، لان برضه اللي حصل امبارح إصابة من غير أي التحام في المران الصباحي للفريق قبل صلاة الجمعة، من غير أي التحام، هو اللاعب عمل جامب كده نزل يعني رجله سبتت في الأرض، جسمه لف، فحصل يعني التواء، مش التواء يعني، الركبة لفت بلغة الكورة، الركبة لفت، فألم كانت قوية جدا، طلع على طول على إحدى المستشفيات وعمل أشعة الرنين، وكانت النتائج الأولية يعني بتقول إنه جزئي، لكن برضو الإصابة بعد فترة أو بعد ما يعدي عليها عدد من الساعات تعمل أشعة تانية الأمور بتتضح بشكل أكبر. فبرضو خلينا ننتظر الإعلان الرسمي من النادي الأهلي، بس إحنا أكيد لازم يعني، وده دور قناة الأهلي، وإن إحنا يعني نطمن الجماهير أو نحاول نقول الجديد بالنسبة لجماهير النادي الأهلي بالتحديد. ده بخصوص إصابة أكرم، إن شاء الله يرجع في أسرع وقت وبمنتهى القوة وبمنتهى
الكفاءه اللي احنا متعودين عليها دايما من اكرم توفيق. طيب خلينا نتكلم بقى على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام سموحه، ويمكن الناس وجمهور النادي الاهلي قلقان شويه على الفرقه بسبب يعني الاداء ما كانش على ما يرام في مباراه فيوتشر، كانت مباراه في المتناول، اتعادلت 1-1، وفيوتشر كان يعني في الدقيقه 20 تقريبا طرد منه عمر كمال عبد الواحد، وفي نفس الوقت مباراه فاركو ما كنتش افضل حاجه وقدرت في الاخر ان انت تكسب. بس بالمناسبه مباراه فاركو مهمه قوي اللي حصل، يعني انت تكسب في الدقائق الاخيره فبتاخد ثقه كبيره جدا، ثقتك في نفسك بترجع، معنوياتك بترتفع، بتدي دفعه كويسه للانتصارات اللي زي دي اللي احنا متعودين عليها كجماهير للنادي الاهلي. فان شاء الله تكون دي يعني مش عايز اقول انطلاقه جديده، لان الاهلي ماشي بشكل كويس بالمناسبه، يعني ممكن احنا كجماهير النادي الاهلي دايما عايزين احسن شيء، وهو ده اللي بيميزنا، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، انت عايز احسن حاجه للفرقه. بس في نفس الوقت عفوا في نفس الوقت انت في كل الاحوال ماشي بشكل اكثر من رائع لحد دلوقتي في الموسم، انت لعبت عدد من المباريات ما تعادلتش غير ماتش، انا بتكلم على كل المستويات افريقي ومحلي وبطوله سوبر وكاس مصر، انت كسبان كل الماتشات، كسبانها، اتعادلت ماتش واحد. طبعا ده مران النادي الاهلي لقطات حيه دلوقتي لتدريبات النادي الاهلي واستعدادات الفريق الاخيره قبل مواجهه الغد امام سموحه الساعه 7 ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام، ان شاء الله الاهلي يكون موفق. فبالتالي اكيد بنبقى عايزين اداء، لكن برضو النتائج هي الاهم من الاداء. مش معنى كده بقول لك مش مهم الاداء، الاداء مهم عشان بيطمن الجمهور، بيدي رسائل قويه جدا جدا لمختلف المنافسين اللي انت هتقابلهم، وخصوصا ان انت مقبل بقى على تحديات مهمه اتضاف ليها التحدي العالمي، تحدي كاس العالم للانديه ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيه. فانت لازم الثقه في نفسك تفضل موجوده، هتفضل موجوده ازاي؟ من خلال مبارياتك والاداء الجيد اللي انت تقدمه خلال الماتشات اللي جايه وانتصاراتك والامور اللي زي دي باذن الله واحد احد، وكل ده مش هيحصل غير بمسانده الجماهير ان شاء الله تعالى. دور جمهور الاهلي بارز كالعاده، واحنا بنشوف الكلام ده في الماتشات واللي بيحضر فيها جماهير النادي الاهلي اكيد بيبقى عنصر اساسي، فالنادي محتاج الجمهور خلال الفتره اللي جايه. لان ان شاء الله انت داخل خلاص على كل البطولات دي واهمها التحدي العالمي، بخلاف طبعا دوري بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه لنا السنه دي. فجمهور الاهلي طبعا ينتقد، طبعا ممكن ما يعجبوش بعض الامور الفنيه، ممكن ما يعجبوش اكتر من حاجه، عادي جدا وهي دي كره القدم، لكن الهدف واحد وفي الاول وفي الاخر لازم تكون بتساند الفرقه في المرحله الحاليه. بمناسبه كاس العالم للانديه فخليني اقول لك ان النهارده تم اعلان اللائحه بتاعه القيد او قيد القائمه بتاعتك بخصوص كاس العالم للانديه. انت عندك مساحه لغايه يوم 9 يناير تأيد 35 لاعب. اللائحه بتاعه كاس العالم للانديه ان انت لغايه يوم 9 يناير اللي جاي لازم تبعت قائمه مبدئيه مكونه من 35 لاعب، بعد 9 يناير لا يحق ليك التعديل في القائمه. يعني انت ما لكش الحق بعد 9 يناير وبعد ما تبعت 35 لعيب انك تعدل تشيل لعيب او تحط لعيب، لا، انت كل اللي انت هتعمله ان انت بعديها بقى يعني هتخلي القائمه دي 23 اللي هي القائمه النهائيه اللي هتشارك مع النادي الاهلي باذن الله واحد احد في كاس العالم في المغرب ان شاء الله بدايه من 1 فبراير، والاهلي اول مباراه بالنسبه له في يوم 1 فبراير مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي. فبالتالي احنا النهارده كام؟ احنا النهارده 24 ولا 25؟ 24 النهارده 24، فالوقت ازف وانت محتاج بعض التدعيمات. فمهم قوي ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يخلص التدعيمات بتاعته قبل يوم 9 يناير وانا واثق جدا ان اكيد اكيد في تحركات، ما نعرفش تفاصيل اكيد، لكن عندنا ثقه كبيره جدا جدا في التحركات دي وتلبيه الطلبات بتاعت الجهاز الفني، وازاي تقدر تسد ثغراتك، او مش بلاش ثغراتك، انت ازاي تقدر تقوي المراكز اللي عندك، تحط تدعيمات تساعدك، وده امر غايه في الاهميه. فاحنا عايزين نروح كاس العالم بقائمه مميزه، قائمه قويه، احنا عندنا قائمه جيده محتاجه تبقى اقوى بصراحه، محتاجه تبقى اقوى. انا بتكلم معاك بمنتهى الوضوح، تبقى اقوى ازاي؟ من خلال رؤيه الجهاز الفني طلباته تحقيقها. فان شاء الله ده هيتحقق باذن الله واحد احد، ده هيتحقق، لان اكيد اكيد كلنا عايزين نشوف الاهلي بشكل كويس جدا في كاس العالم. فان شاء الله نتمنى التوفيق في حاجه مهمه جدا زي دي، وهي التدعيمات، بخلاف اللعيبه اللي على العناصر اللي عندك، بخلاف بعض الاصابات اللي هترجع وتكون اضافه بالنسبه لك في كاس العالم، ابرزهم بيرسي تو وطاهر وعمار بالمناسبه، لانه لعب مباراه وديه اول امبارح
كويسه جدا جدا ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ربنا يحميه بس من الاصابات، واعتقد ان هو هيكون جوكر مهم جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فان شاء الله باذن الله الامور تكون في الاتجاه الايجابي بالنسبه للفريق ده. بخصوص استعدادات النادي الاهلي، اكيد هنقرب للصوره برضو ونروح استاد مختار التتش، بس نروح لفاصل الاول وبعد كده نعرف اخر برضو الكواليس بتاعت مران الاهلي اللي ابتدى في هذه اللحظات. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد عندنا تفاصيل كتيره جدا في ترند النادي الاهلي ومحتاجين ان احنا نعلق عليها، وهنبتدي بالحساب الرسمي لرابطه الانديه المحترفه واللي بيعلنوا بشكل رسمي فوز نجم النادي الاهلي علي معلول بجائزه لاعب الجوله. وبصراحه هنا لازم نقف شويه بقى يا جماعه عشان الكلام كتر كتير جدا جدا بخصوص الجائزه دي. اتلعب 8 جولات في بطوله الدوري، تمام؟ 7 من الثمان جولات فاز فيهم لاعب من النادي الاهلي بلاعب الجوله. فالناس هتقعد تقول لك اصل في لجان، واللجان هي اللي بتعمل تصويت، واللجان هي اللي بتنجح لاعب النادي الاهلي. الكلام ده طبعا مش حقيقي، ده كلام لمجرد ان انت تطلع مبرر ليه اللاعب بتاعك ما بياخدش لاعب الجوله. فالموضوع ملوش علاقه باللجان، تمام؟ هو موضوع ليه علاقه بحجم الشعبيه، بحجم الشعبيه. هل حد، رغم ان في ناس بتشكك في شعبيه النادي الاهلي وانا ما اعرفش ازاي بانهي منطق وبانهي عقل بصراحه، لكن الطبيعي الناس الطبيعيه جدا جدا اللي مدركه ان هي بتتكلم على اسم النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي العظيمه تعرف ان شعبيه النادي الاهلي لازم هتنتصر، لان هو النادي الاكثر شعبيه في مصر، في افريقيا، في الوطن العربي. حد يختلف على كده؟ طبعا لا. وفي دلائل عديده، تمام، هي اللي بتقول لنا الكلام ده، ابرزها الامور اللي زي دي. رغم ان قيمه الجائزه ممكن ما تكونش كبيره بالمناسبه، لكن عشان تبقى عارف كويس جدا ان كل دوريات العالم بتلجأ للتصويت بتاع الجماهير في حسم مثل هذه الجوائز، عشان محدش برضو، لان انا عارف ودي معلومه عندي ان في ناس بتحاول ان هي تعدل في سياسه التصويت على الجائزه، اللي هو انت مثلا ايه تقول لك خلاص نخلي مثلا مش عارف نسبه كام ها من الجائزه، بنسبه كام في الميه يبقى الجمهور، بنسبه مش عارف كام في الميه لعيبه قدامى، بنسبه مش عارف كام نقاد صحفيين. هو رابطه الانديه عملت سياسه للتصويت على الجائزه من اول الموسم، لو تعدلت تبقى حاجه غريبه جدا بصراحه. فانا عشان تبقى انت مطمن، يعني الموضوع خلصان ومحسوم، اي تصويت فيه، وده مش تقليل من اي حد يا جماعه والله خالص، يا كل الاحترام للجميع، لكن هو ده النادي الاهلي وهي دي شعبيه النادي الاهلي. اي تصويت او استفتاء او اي حاجه بتتعلق بلاعب او اي حد بينتمي للنادي الاهلي، تمام، اكيد جمهور الاهلي هيقف جنبه سواء هو استحق او لم يستحق. فهو ده جمهور النادي الاهلي، وهي دي قيمه النادي الاهلي وجماهيره. فعلي معلول هو نجم الجوله، يستحق ولا لا؟ يستحق طبعا، ده عمل اسيست تحفه في ماتش فاركو لاحمد عبد القادر الهدف الاول، مستويات رائعه بيقدمها علي معلول، واحد اكتر يعني لاعب عمل اسيستات في تاريخ النادي الاهلي. هل ده بيقلل من المنافسين اللي كانوا معاه؟ لا، بس بيثبت لك حاجه كل يوم انت بتتاكد منها، إن شعبية الأهلي طاغية. شعبية الأهلي طاغية. علي معلول فاز بنسبة كام في المية؟ نسبة تتخطى 90%. تمام؟ بعديه جه في المركز الثاني زيزو أعتقد يا جماعة بنسبة 9% وشوية. في المركز الثالث مصطفى فتحي بنسبة أقل من 0.5%. فده اللي يدل على إيه؟ على قيمة جمهور النادي الأهلي بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة. فأي جولة جاية هيكون فيها لاعب من النادي الأهلي اعتبره كسب. من غير ما تفكر كتير اعتبره كسب. الحل الوحيد ان يكون في لعيب واحد او يبقى في ثلاث لعيبه من نادي واحد عشان تضمن ان نادي بعينه هو اللي يكسب، وتخرج لاعب من النادي الاهلي او تخرج اي لاعب من اي نادي تاني. اعتقد انتوا فاهمين قصدي يعني. فدي القصه كلها، انا حاسس في غاغه كده وفي دوشه حوالين الموضوع ده، مش عارف ليه. الموضوع ابسط من بساطه يعني. خلينا نروح لقصة تانية ويلا كورة، وبيتكلموا على بدائل أكرم توفيق بعد إصابته. هو خلاص المؤكد أن أكرم توفيق خارج قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، برضه في انتظار إيه اللي ممكن عفوا إيه اللي ممكن يحصل. واعذروني برضه في بداية الحلقة لما كنت بتكلم في الموضوع ده الواحد كان باين عليه الحزن، يعني متضايق بصراحة. من امبارح متنكد، لأن أكرم توفيق هو أنت مش بتتكلم على لعيب عادي، على وجهة نظري ده مش لعيب عادي، ده لعيب مؤثر جدا بالنسبة لك. بس هي دي كرة القدم واحنا لازم نقبل كده. واللاعب نفسه يعني قرينا حتى اللي كتبه على الستور، يعني انا عاجبني قوي ثباته. بس طبعا بما ان الواحد نفسه يشوف الفرقه كامله في بطوله كبيره زي كاس عالم، وهو حظه بالتحديد سيء يعني قبل كاس العالم اللي فات، هو كده كده كان مع المنتخب وفي نفس الوقت جاله صليبي فما شاركش في كاس العالم.
كاس العالم اللي جاي ده مش هيشارك فيه، فحظه سيء جدا. فالواحد معلش اعذروني في اول حلقه كنت متاثر والله غصب عني شويه يعني، لكن في كل الاحوال احنا لازم نفكر فيما بعد اصابه اكرم توفيق، مش احنا كمان بنفكر كجماهير، لا اكيد في جهاز فني عارف هيتعامل ازاي مع الوضع ده. وفي نفس الوقت احنا عندنا عدد من العناصر اللي موجوده وعناصر مميزه، وخلي بالك بقى، خلي بالك لان الجزئيه دي غايه في الاهميه. سواء في لاعب انت بتقتنع بيه او ما تقتنعش بيه، ولك كل الحق في رايك وكل التقدير والاحترام لرايك، لكن انت لازم تسانده. انت لازم تسانده. لان ده اللاعب اللي موجود في قائمتك، ايا كان انا مش بتكلم على حد بعينه. بس ده اللاعب اللي موجود في قائمتك وانت محتاج له. وطالما هو موجود في القائمه اذا هو عنده امكانيات كويسه. سواء هو بعيد بقى عن مستواه مش بعيد عن مستواه، بس انا اللي رجع له الامكانيات بتاعته دي، انا اللي فوقه كجمهور النادي الاهلي، انا اللي رجع له ثقته في نفسه. ودي مهمه جدا جدا، وده دور جمهور النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. فاكيد طبقا طبعا للخبر وطبقا للطبيعي والمنطقي يعني والبديهي ان انت بعد اصابه اكرم العنصر الاساسي بالنسبه لك في ناحيه الظهير الايمن، فهتفكر في بدائل عديده. ايه البدائل الموجوده واللي كتبوهم او اللي كتبته او اللي كتبوا موقع يلا كوره؟ زي ما احنا عارفين موجود محمد هاني، لاعب عنده خبرات، لاعب شارك في كاس العالم اكتر من مره، بل كمان لما بيشارك في كاس العالم بيقدم مستويات مميزه. فكل المسانده لمحمد هاني، كل المسانده لمحمد هاني، اتمنى له يا رب كل التوفيق لو ده اختيار كولر ان هو يلعبه. ده عندنا مدير فني هو اللي بيقيم، هو اللي بيختار اللعيبه، هو المسؤول عن كل شيء. فكل الثقه والدعم والمسانده لمحمد هاني، امر مفروغ منه، امر مفروغ منه لو هو اللي هيلعب. البديل الثاني او مين اللي ممكن يلعب في المركز ده او اللي بيجيد في المركز ده هو كريم فؤاد. هو لاعب كفء جدا جدا، بس انت كريم لما هترجعه ورا هتخسره في الحته اللي اكتشفوا فيها مين؟ كولر. اللاعب الثالث هتيجي مين؟ هتتكلم على حسين الشحات. انا عاجبني حسين الشحات في الفتره اللي لعب فيها والدقائق اللي خدها في الماتشات اللي فاتت، مؤثر، بيحرز اهداف، بيصنع، لعيب مهم جدا، وابتدى يستعيد جزء كبير جدا من مستواه. اصلا مع مصر المقاصه لو تفتكروا نسخه حسين الشحات مع مصر المقاصه هو كان بيلعب باك رايت وكان ممتاز جدا جدا، فبيجيد اللعب في المكان ده. اللاعب اللي ممكن يكون مفاجاه في مركز الظهير الايمن هو عمار حمدي. عائد من اصابه الرباط الصليبي، بيدخل تدريجيا، هو ابتدى خلاص بيتشارك في تدريبات بشكل جماعي فقراتها الكامله، التدريبات الجماعيه يعني الامور كويسه، ولعب مباراه المباراه الوديه اول امبارح لما كانت ما بين الفريق الاول وما بين احدى فرق الناشئين في النادي، وادى بشكل كويس. هي حته النفس بس اللي هتيجي مع التدريبات والمباريات، لكن فيما عدا ذلك هو اللاعب جاهز طبيا وفنيا وبدنيا وكل حاجه. فنتمنى له التوفيق. من الوارد انك تستخدم جوكر زي عمار حمدي في المركز ده. مين اللي يحدد حاجه زي كده؟ المدير الفني. مين اللي يساند اي قرار؟ جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق لاي حد يعوض اكرم توفيق في فتره غيابه، بالتحديد في التحديات المهمه جدا المقبله. طيب خلينا نروح لخبر اخر، واكيد الحديث دائم على اكرم توفيق وهو حديث الساعه من بعد اصابته بالامس في مران النادي الاهلي. اليوم السابع حسام على تويتر: اكرم توفيق على راس اربع غيابات مؤثره في صفوف الاهلي امام سموحه. واحنا عارفين الغيابات اللي عندنا، انت عندك بيرسي تاو، اكرم توفيق طبعا، طاهر محمد طاهر، وعمار حمدي. لكن بتستعيد لعيب مهم جدا في خطط كولر، هو مين؟ محمد عبد المنعم، بعد ايقافه في المباراه اللي فاتت بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فموجود مع النادي الاهلي في مباراه سموحه، وعودته اكيد اضافه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وخبر بيتعلق ب الوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك اعتقد، او حسابهم على تويتر: امير توفيق ينهي مهمه تجديد عقود ثلاث لاعبين في النادي الاهلي. وهنا بيتكلموا على تجديد كل من مين بقى؟ على تجديد كل من ياسر ابراهيم، محمود متولي، حسين الشحات. هي مساله وقت مش اكتر يا جماعه، مش هقدر اعلق اكتر من كده على الجزئيه زي دي، ننتظر برضو الامور والاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي. عايزين فاصل؟ طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نكمل اخبار الاهلي واللي اتقال على النادي في السوشيال ميديا. علقنا خلاص على خبر الوطن، خلينا نروح للمصري الرياضي. وبيقولوا ان كولر يتمسك بضم مهاجم اجنبي في يناير المقبل. الموضوع ملوش علاقه بان هو يتمسك او ما يتمسكش، يعني هو الراجل اكيد ليه طلبات محدده بقى بغض النظر عن المراكز. يعني بغض النظر عن المراكز، مش معقول هيجي كولر مثلا يقول لي كنادي انا عايز مثلا 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 اي مركز من المراكز، هقول له لا طب والنبي بلاش المركز ده. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده.
اصل لما انت تقرا حاجه اسمها يتمسك بضم مهاجم، دي معناها ان الناس في النادي مثلا بيقولوا لا لا بلاش مهاجم، ده لو هو طالب مهاجم. انا بقول لك لو هو طالب مهاجم. هتقول لي يا عم امير ما هو لازم يطلب مهاجم، ده احنا مش عارف. انا ماليش دعوه، دي حاجه، دي رؤيه تتعلق بينا احنا كجماهير، ممكن الراجل يكون ليه رؤيه تانية. لكن في كل الاحوال اكيد اللي طالبه كولر اداره النادي الاهلي هتسعى بكل قوه لتلبيه طلباته. مفيش نوع من انواع النقاش في حاجه زي كده، فاهم قصدي؟ فعشان يعني بعلق على خبر برضو زي ده عشان نوضح الامور مع حضراتكم بتبقى ماشيه ازاي والسيستم جوه النادي الاهلي. حضراتكم طبعا حافظين اكتر مننا كل الكلام اللي زي ده. خلينا نروح لكوره بلس وبيتكلموا عن الاتحاد السكندري يكشف حقيقه مفاوضات الاهلي لضم مروان عطيه. الاهلي لم يتفاوض حتى هذه اللحظه مع مروان عطيه. هل ده معناه ان مروان عطيه لعيب قليل؟ ده لعيب كويس جدا بصراحه، لعيب كويس، بس هل الاهلي بيتفاوض معاه ولا ما بيتفاوضش؟ الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قال ان مفيش اي نوع من انواع التفاوض ما بين الاهلي واداره الاتحاد السكندري بخصوص التعاقد مع مروان عطيه حتى غير كمان النادي الاهلي. لكن انا اللي اعرفه ان في قابليه دلوقتي عند بغض النظر عن الاهلي، يعني بقول لك معلومه ملهاش علاقه بالنادي، يعني ملهاش علاقه بان الاهلي بيتفاوض مع اللاعب ولا لا، معلومه من نادي الاتحاد السكندري ان هم بقى عندهم قابليه ان هم يبيعوا اللاعب او يتفاوضوا على بيع اللاعب. هل الاهلي بقى بيرغب في التعاقد معاه ولا لا؟ دي حاجه الله اعلم بيها، خلينا نشوف، ممكن الايام الجايه تكشف عن جديد. الله اعلم الامور في الجزئيه اللي زي دي بالتحديد ماشيه ازاي، فنسيب الناس تشتغل ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ده بخصوص ترند الاهلي. خلينا نتكلم ونعرض طيب حلو قوي لقطات لمران النادي الاهلي النهارده واستعداداته لمباراه الغد امام سموحة، المباراة الهامة للغاية في بطولة الدوري. مهم الأهلي يواصل انتصاراته بعد العودة ليها في مباراة فاركو الأخيرة. حالة من التركيز والجدية أكيد موجودة عند لاعبي النادي الأهلي، عند الجهاز الفني، وكيفية تخطي كل عقبة تلو الأخرى عشان تحقق الهدف الأسمى بالنسبة لك وهو عودة بطولة الدوري لمكانها الطبيعي في الجزيرة. ده مكان بطولة الدوري الطبيعي، ده بيته، يعني الدرع بيته فين؟ في الجزيرة. فالدرع خرج من بيته بقاله سنتين، ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي، وده هدف اساسي عندهم، وانا بقول لحضراتكم هدف اساسي من ضمن الاهداف واللي بقى ليها اولويه كبيره جدا، انك ترجع البطوله دي. لان جمهور الاهلي ما تعودش انه يفقد بطوله الدوري سنتين، واكتر كمان من سنتين دي ما حصلتش، يعني حصلت مره قبل كده على ما اتذكر، على ما اتذكر يعني اللي انا وعيت عليه، الفتره ما بين 2001 و 2004 او 2005 فقدت البطولة ثلاث سنين، سنتين فاز بيهم الزمالك وسنة فاز بيها الإسماعيلي، وبعد كده اكتسحت. فأنت فقدت البطولة سنتين، إن شاء الله الأهلي يرجع ويكتسح في الفترة اللي جاية الفوز بهذا اللقب يعني. فاللقطات حضراتكم شايفينها، الاستعدادات يعني بتختتم في هذه اللحظات في مقر النادي الأهلي بالجزيرة تحديد استاد مختار التتش. تعالوا نقرب للصورة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي من داخل استاد مختار التتش عشان يطمنا على الاستعدادات بشكل أكبر. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا توفيق، طمنا على استعدادات النادي الأهلي لمباراة الغد أمام سموحة. يعني بشكل عام زي ما قلت امير، حالا دلوقتي الفريق بيختتم استعداده لمواجهه سموحه باذن الله في الاسبوع التاسع غدا باذن الله في السابعة مساء على استاد الاهلي بمدينه السلام. يمكن الفريق بدا استعداده على طول بعد ماتش فاركو امير، ومش بس يعني ده كلام الجهاز الفني وكابتن صالح عبد الحفيظ مع اللاعبين. الاستعداد ليس فقط لمباراه سموحه، ولكن انت بتتكلم عن باكج كده زي ما بنقول على بعضه امير. صح. عندك سموحه بكره الاحد الاربع سيراميك كليوباترا، يوم الاثنين بيراميدز، يوم الخميس اللي بعده على طول كمان عندك مواجهه ثانيه، فماتشات متلاحقه في مده قصيره جدا، بتتكلم تقريبا في 10 ايام عندك اربع مباريات حاسمه في مشوار الدوري في ظل طبعا انت شايف المنافسه وضغط المباريات. فيمكن الجهاز الفني كان حريص على عقد محاضرات اكثر من مره خلال الايام الماضيه مع اللاعبين، سواء محاضرات بالفيديو علشان يناقش كل الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في الفتره الماضيه، وكمان اهم نقاط القوه والضعف لمنافسين الاهلي تواليا واولهم سموحه باذن الله بكره، خاصه زي ما قلنا امير لهذه الفتره من عمر المسابقه مهم جدا انك تحصل على كل النقاط بعلامه كامله وتستمر في سلسله الانتصارات اللي انت محققها في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله تبقى البدايه باذن الله من مباراه سموحه غدا باذن الله. كل اللاعبين بحاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه في التدريبات، كل اللاعبين مشاركين في التدريبات باستثناء طاهر محمد طاهر اللي بيقدم برنامجه التاهيلي بشكل جيد جدا في سواء في الجيم او في الجري حول الملعب، وكمان بيرسي تاو شغال بشكل اكثر من رائع في البرنامج الخاص. اتكلمت طبعا مع دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق بخصوص طبعا حديث الساعه ولاعبنا اكرم توفيق. هل في اي مستجدات؟ كل الكلام، كل
كل الكلام اللي بيتقال يا امير قولا واحدا، كل الكلام اللي بيتقال مجرد اجتهادات. الى الان اصابه اكرم توفيق بشكل قاطع لم تحدد. حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء اكرم توفيق بيجري اشعه رنين مغناطيسي جديده، الكلام ده اكده لي كابتن سعد حفيظ وكمان دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي الفريق، قال لي حالا دلوقتي اكرم بيعمل اشعه رنين مغناطيسي جديده، وكل الكلام اللي اتقال دوت غير يعني غير جاد وغير مجزم بيه. مدى الاصابه، قوتها، مده غياب اكرم، او اكرم اصلا الاصابه عنده ايه، ده كله لم يتحدد بشكل قاطع. واللاعب حالا بيجري اشعه رنين مغناطيسي عشان قفل كل ابواب الاجتهادات يا امير، وكلام من امبارح كل الناس بتتكلم وكله بيقول اصابه مختلفه ومده غياب مختلفه، ولكن الكلام الرسمي من الجهاز الطبي واللي مؤكد بنسبه 100% ان اللاعب الى الان لم تحدد اصابته ولا مده غيابه، ونتمنى باذن الله ان تكون يعني اخف حاجه، وان شاء الله يكون شاء الله في اقرب وقت موجود مع الفريق. الفريق حالا زي ما قلت لك بيختتم استعداداته، يمكن اخر فقره في التمرين وهي الفقرات الفنيه بتجرى الان، ومن بعدها ان شاء الله الفريق هيخش معسكر مغلق باذن الله استعدادا لمباراه سموحه، وباذن الله يكون كل التوفيق مع لاعب النادي الاهلي، وان شاء الله يتم يعني مواصله سلسله الانتصارات ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. يا امير معاك الكلمه. طيب توفيق، يعني انت طمنتنا او كلمتنا على اصابه اكرم، ودي حاجه مهمه جدا، وحسمت الموضوع ان لحد دلوقتي لم يتم تحديد بشكل نهائي يعني مدى قوه الاصابه في انتظار نتائج الاشعه. هل الاهلي ان شاء الله النهارده ممكن يعلن عن نتيجه الاشعه بالتحديد ونعرف اصابه اكرم بشكل مفصل، ولا ممكن لسه الامور ما يتمش الاعلان عنها النهارده؟ اللي انت قلته بالظبط ده يا امير هو الاقرب للحدوث، ان خلال ساعات قليله جدا هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد التاكد. يعني دكتور احمد ابو عبله نفسه اللي هو الطبيب رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي قال لي انا شخصيا ما اقدرش اجزم باصابه اكرم، لان دي يعني كل ده بيبان بالاشاعات. طبعا انت عارف دلوقتي يعني النادي الاهلي بيستخدم احدث التقنيات في الكشف الطبي على اللاعبين، في احدث الاجهزه، في احدث يعني في اكبر اماكن في مصر للكشف الطبي، سواء في مصر او خارج مصر كمان. فلسه الى الان زي ما قلت لك لم يتم التحديد. هو قال لي يعني نص ساعه ان شاء الله هيكون اكرم خرج من الرنين، تمام. بعدها ان شاء الله نقدر نعلن باذن الله، يعني ان شاء الله خلال هذه الليله إن شاء باذن الله كمان كلنا يعني نطمن على اكرم يا رب. وان شاء الله يكون حاجه خفيفه، وباذن الله يكون مع زملائه قريبا هو وكل اللاعبين، ونتمنى السلامه لكل اللاعبين يا رب. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي كلمنا على مران الاهلي، وكمان قال لنا التطورات والمستجدات بخصوص اصابه اكرم توفيق. اذا ننتظر الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص حجم الاصابه. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. طيب اخيرا خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه، توقعاتكم للتشكيل تشكيل الاهلي في مباراه سموحه بكره وكمان النتيجه. نبتدي محمد سيد، آل الشناوي، علي معلول، عبد المنعم، متولي، كريم فؤاد، عمرو السوليه، اليو ديانج، احمد عبد القادر، قفشه، حسين الشحات، برونو، سافيو. بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي يفوز بنتيجه 2-0 يا رب باذن الله. ناخد كمان سعيد، آل الشناوي، وعبد المنعم، وياسر ابراهيم، وعلي معلول، وهاني، والسوليه، وحمدي فتحي، وعبد القادر، وحسين، وسافيو، وحسام حسن. ناخد ايضا سعيد ابو بسمله، قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله كابتن الفوز للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله بنتيجه 2-2. وبالنسبه للتشكيله هي 90% هتبقى ناس في تشكيله او نفس قصده بقى يعني تشكيله الماتش اللي فات، عشان مستر كولر في دماغه تشكيله معينه عايز يثبتها عشان المدرسه اللي جايه او المده بقى قصده اللي جايه صعبه جدا. ماشي. اخيرا ناخد احمد محمود، آل الشناوي، عبد المنعم ومتولي، محمد هاني ومعلول، ديانج وسوليه، كريم فؤاد، برونو سافيو، حسين الشحات، ومحمد شريف. ايا كان مين التشكيل ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لاي حد هيلعب، وباذن الله الهدف يتحقق وتحقيق الثلاث نقاط من خلال مواجهه صعبه غدا امام سموحه. كل التوفيق والدعوات للنادي الاهلي بالفوز في هذه المباراه. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقات اخرى جديده بنفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.